وتحية مسائية عامرة بالمحبة لكم مشاهدينا، حياكم في محطة ثانية أيضا من برنامجكم من عمان. نحتفي إن شاء الله بيوم المهندس الخليجي 30 أبريل من كل عام، هو تكريم للمهندس لإسهاماته المختلفة في النهضة الصناعية والعمرانية في منطقة الخليج العربي. تفاصيل حول هذا الحدث، كيف احتفلت السلطنة بهذا اليوم من خلال ضيوفي في الأستوديو. أرحب باسمكم مشاهدينا بالمهندس فؤاد بن عبد الله الكندي، نائب رئيس جمعية المهندسين العمانية. أهلا بك مهندس فؤاد، نبارك لكم هذا اليوم، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير صحيح. أيضا نرحب مشاهدينا بالمهندس عبد الله بن علي البوسعيدي، الأمين العام لجمعية المهندسين العمانية. كل عام وأنت بخير عبد الله، وأنت أكثر عطاء. الله يبارك فيكم، وكل عام وأنتم بخير، شكرا على هذه الاستضافة. الله يخليك. طيب. يعني أول سؤال كمدخل لهذا الحديث، المهندس فؤاد، ما أهمية أن يكون هناك يوم خاص للمهندس الخليجي؟ ماذا يعني لكم هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا يعني جزء من مكون كبير في العالم، والمشاريع الهندسية التي تتم في السلطنة مشاريع كبيرة جدا وجديرة بأن يخصص لها ومثيلاتها في دول الخليج يخصص لها يوم المهندس الخليجي، لأن المهندس الخليجي شارك بجدارة ويشارك ويستمر المشاركة بجدارة في العطاء الهندسي الذي هو يكون هذا البناء الموجود. كنا دائما نشارك يمكن في احتفالات عالمية للمهندسين، ولكن الاتحاد الهندسي الخليجي قرر السنة الماضية أن يكون هناك يوم للمهندس الخليجي. يعني السلطنة أو الجمعية تحتفل لأول مرة بعد الإشهار بهذا اليوم. بالضبط، تم الإشهار السنة الماضية. جميل. وهذه السنة أول مرة نحتفل نحن بيوم المهندس الخليجي. حديثك يقودنا إلى سؤال، كيف احتفلتم مهندس عبد الله بهذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة كانت الاحتفالية وضعت لها جانبين. جانب ثقافي في معنى التطوع الهندسي. جميل. وأهميته، وأيضا الجانب الآخر هو كيف أن المهندسين يجتمعوا تحت سقف واحد ويتبادلوا أفكارهم. نعم. سواء كانت أفكار اجتماعية فنية وكذلك. فطبعا مشكورا تم استضافة صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد. نعم. وقدم كلمة جدا رائعة ومهمة عن أهمية التطوع في المجال الهندسي وأبعادها، غير عن الأبعاد الاجتماعية، الأبعاد الفنية التي يعني المهندس لابد أن يقدمها للمجتمع. نعم. المهندس فؤاد، هنا سؤال، يعني ذكر مصطلح جدا مهم، التطوع الهندسي، ماذا نقصد بهذا التطوع؟ صور وأشكال من هذا التطوع ممكن نقرب المشاهد من هذا المفهوم؟ نعم، هو الكلمة كانت يعني لتحفيز المهندسين لإدخال عنصر التطوع في عطائهم الهندسي. نعم. طبعا احنا كجمعيه اصلا جمعيه طبعا صحيح غير ربحيه وتطوعيه، ومجلس الاداره هو مجلس متطوع للعمل في الجمعيه، ولكن الكلمه يعني الهدف منها انه في هناك مجالات كثيره جدا يستطيع المهندس ان يجعل جزء من عمله وعطائه تطوعي. نعم. وهناك حاجه كبيره جدا ايضا في المجتمعات والافراد لتلقي هذا العمل التطوعي. جميل. كيف بالنسبه للحضور، كان هناك اقبال مهندس عبد الله؟ نعم، لقينا اقبال منقطع النظير، حضروا يعني القاعه كانت شبه ممتلئه. جميل. مهندسين، مهندسات، طبعا نحن ايضا وجهنا دعوه للاخوه الخليجيين وفاجئونا بالحضور بحضور جيد، وشاركونا في الاحتفالية بتبادلهم الأحاديث ورؤائهم الفنية حول موضوع. جميل. التطوع الهندسي. هذا ربما يفتح باب لتعاون مشترك المهندس فؤاد ما بين الجمعية العمانية أو جمعية المهندسين العمانية والجمعيات الخليجية الأخرى في ذات الحديث. نعم. نتحدث عن هذا. هو الباب الحمد لله يعني مفتوح، وهو يزيد إن شاء الله يرفع شاء مستوى الله. التعاون، ويعني أيضا على هامش الاحتفال كان في توقيع اتفاقية. نعم. أيضا للربط الخليجي في موضوع التصنيف الهندسي والتأهيل والاعتماد، فإحنا أيضا مستويات التعاون بيننا وبين دول الخليج تزيد، وهذا من جزء من أهداف الجمعية أيضا. جميل. يعني اليوم حتى كتعريف للمشاهد، يعني إن كانت هذه المعلومة غائبة عن إيش الدور اللي تقومون به كجمعية المهندس عبد الله في السلطنة؟
الجمعية هي ككيان أو مؤسسة نقول غير ربحية، تعني بقطاع المهندس والمهنة أيضا. أهمية وجود جمعية المهندسين أهمية يعني كبيرة جدا. في كثير من الخطط أو نقول مثلا الأعمال، من أهم الأعمال طبعا هي تأهيل المهندس بإقامة الدورات والورشات المناسبة. جميل. في مجال المجالات المختلفة للهندسة وليس مجال موحد. هنا أيضا ارتأت رؤى الجمعية أنه تضيف الفروع الهندسية الدولية المتخصصة. يعني نحن لما نقول مثلا في مجال الكيمياء هناك فرع متخصص في مجال الكيمياء، في مجال الميكانيكا، في مجال المعماري، جميع الفروع هناك فروع دولية متخصصة تقوم بإعداد ورش فنية في هذه المجالات. أيضا هناك خط آخر وهو خط مهم أيضا، مسألة تصنيف المهندس. المهندس مع خبراته خلال فترة ما بعد التخرج أكيد مر بمراحل كثيرة. المرجع في سلطنة عمان، ويمكن مهندس سؤاد سيتطرق إليه أكثر، مسألة تصنيف المهندس. ومنذ أن تشرفنا بحصول جمعية المهندسين على المرسوم السلطاني الذي يعطي الجمعية المسؤولية الكاملة في مسؤولية التصنيف. نتحدث عن هذه النقطة بالذات، يعني مسؤولية كبرى الآن على عاتقكم، التأهيل والتصنيف. هذا طبعا من العمود الفقري، نقدر نسميها العمود الفقري للجمعية، من ناحية عطائها، من ناحية دورها في إجادة أو العمل على إجادة العمل الهندسي. طبعا بدأنا الآن فقط بعد صدور المرسوم السلطاني 27/2016 في استقبال طلبات التصنيف، لأنه أصبح بالقانون الآن يجب على العاملين في المكاتب الهندسية أن يتم فحص واعتماد مؤهلاتهم وخبراتهم وشهاداتهم. وأوكلت هذه المسؤولية في المرسوم السلطاني إلى جمعية المهندسين العمانية، وبدأنا طبعا بهذا بدرجات، يعني بخطط متزنة تراعي الواقع الموجود، كونه لم يكن هناك تصنيف قبل هذا القرار أو هذا القانون. فالحمد لله يعني الإقبال جيد والنتائج جيدة، يعني الأثر بدأ يؤتي ثماره، ونرى يعني أن المهندسين يعني مهتمون بأن يتم تصنيفهم ومقياس خبراتهم وتوثيق ذلك في درجة مهنية. في إقبال للانضمام للجمعية من قبل المهندسين، مهندس عبد الله؟ فعلا هذا الجانب نحن دائما تحاولوا أن تزيدوا عدد المستفيدين من خلال أنشطتكم. طبعا بما أنها هي جمعية تهتم بقطاع الهندسة بشكل عام، فدائما يكون المخاطبة إلى المهندسين أنه ضرورة الانضمام إليهم. صحيح. لأن الجمعية بحاجة لكل مهندس في السلطنة، وطبعا نحن لما نتكلم مهندس سواء عماني أو غير عماني يعني. صحيح. ففعلا نحن نطالبهم دائما بوجودهم، وترى هي كلها عمل متكامل. الجمعية عبارة عن مهندسين، فإذا وجد المهندسين فيها كبر العطاء بشكل أكبر، وفي إقبال من الأعضاء خاصة من الطلبة، نرى في إقبال كبير في هذه الفترة وتعاونهم وتطوعهم في المجالات المختلفة. كلمة أخيرة توجهها للمشاهد مهندس فؤاد بمناسبة هذا اليوم، يوم المهندس الخليجي، أو للمهندسين خاصة. نعم، كلمة للمهندسين نوجهها بأن الجمعية طبعا بحاجة إلى المهندسين وإلى مساهمتهم معها ودعمها معنويا قبل أن يكون ماليا، ويعني أن ينتبهوا إلى أهمية التصنيف الهندسي، لأن هذا سيكون له أثر في مستقبلهم، سواء في أوضاعهم الحالية في وظائفهم الحالية أو في الوظائف اللي يمكن أن يتقلدوها مستقبلا. موضوع مهم جدا، ويعني معترف فيه في العالم كله ودارج في العالم كله، ونحن بدأنا فيه مؤخرا، ونسأل الله التوفيق للمهندسين إن شاء الله بأن يشقوا طريقهم
لجودة العمل الهندسي. إن شاء الله بوركت جهودكم ونبارك لكم هذا اليوم وكل عام وأنتم إن شاء الله تقدمون لعمان كل ما هو جميل وكل ما هو رائع. شكرا لكم المهندس فؤاد بن عبد الله الكندي نائب رئيس جمعية المهندسين العمانية، شكرا جزيلا مهندس. الشكر موصول أيضا لك المهندس عبد الله بن علي المساعد العام الأمين العام لجمعية المهندسين العمانية، شكرا مهندس عبد الله. شكرا لكم جزيلا. نتواصل معكم مشاهدينا في زاوية أخرى، المتاحف شاهد عيان للتاريخ للحضارة للثقافة، تحتوي على منتجات ثقافية مختلفة تحاول أن تعكسها لكم من خلال أركان وزوايا مختلفة. هذه الوسيلة الحضارية وسيلة للحوار أيضا، نشاهد جانب من هذه الوسائل من خلال هذا التقرير حول المتاحف، بعدها عودة إن شاء الله للاحتفاء معكم باليوم العالمي للمتاحف. ابقوا معنا.